ضمن المساعي التي تبذل من قبل الجهات المعنية والفعاليات الأهلية في حلب للتخفيف عن الأهالي المتضررين من الزلزال والذين تركوا منازلهم نتيجة انهيارها أو تصدعها ولجأوا إلى مراكز الإيواء، قام الهلال الأحمر العربي السوري بتوزيع المساعدات المتنوعة على الأهالي المتواجدين في جامع الغندورة بحلب القديمة. حاليا عنا 40 عائلة و36 طفل، أخذنا معلوماتهم الأولية ونسقناهم بالتعاون مع الجمعيات المتبرعة، عم ننسق معهم منشان وجبات ومنشان معلبات ومنشان أدوية أو حفوضات أو حليب، وما حدا عم بيقصر نهائيا ومشكورين الله يجزيهم الخير. حاليا عنا الهلال الأحمر ورح يوزع لهم كمان حصص. عنا هون العدد بشكل يومي عم يزيد، أنا هون مشرف على هالجامع هاد، عم يجينا من الهلال الأحمر من منظمات مساعدات عم نقدم لهالشعب هاد، فتحنا هون مأوى تاني بيت مشان الرجال. المتواجدون في المركز شكروا كل من يعمل من أجل التخفيف عنهم ومن أجل مساندتهم، كما طالبوا المنظمات الدولية بالنظر بعين الرأفة للمتضررين في سوريا ورفع العقوبات عنها. نحن هون تضررنا أكثر شيء بالزلزال، وأغلبية العيال بيوتنا انخربت والبيوت اللي ضلت تصدعت. نحن جينا هون على جامع غندورة، قعدنا هون الوضع كتير مأساوي، وحاليا ساعدونا الهلال الأحمر ووزعونا نظيفات وأغذية ومعلبات، ومتمنى كمان من الدول المجاورة ترفع علينا الحظر، ونشكر كل المنظمات اللي ساهمت. نحن نزحنا من منطقة الشعار طابق خامس لما صار الزلزال، فنحن جينا لهون على جامع غندورة، والحمد لله الجمعيات كلها ما عم بتقصر معنا، عم بتقدم لنا مساعدات. الفعاليات والجهات العامة والخاصة تستمر بتقديم أقصى الطاقات الممكنة بهدف دعم ومتابعة المتضررين في مراكز الإيواء. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.